ناخذ مكالمه من زيتوني من تونيزيا. اهلا وسهلا زيتوني. عالسماخ نزار. اهلا وسهلا، اهلا بك زيتوني. وبيك عايش تخني زال، مرحبا بالضيف اللي بجنبك. اهلا وسهلا بك رشا. وسهلا بالله اخويا اخي نزار، ولا انا عمري لا اتهكم ولا انا ادلو بفكرتي وكمسلم. بالله يا كل الضيف اللي بجانبك، ان ماذا نقول؟ نحن عندما نقول لا اكراه في الدين، وكلامه صحيح عندما يقول سورة الكافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد لكم دينكم. نعم، فأنتم مستحيلون، هل تؤمنون بمحمد؟ لا تؤمنون بمحمد، فنحن في عيون المستحيلون نحن كفار، لأننا يعني لا نؤمن بالمسيح كإله. نحن مسلمون نؤمن بالمسيح كنبي. أولا عندما بالله يا أخ نزار في هذه نقطة القتل، ستتكلم عن القتل بالله، يقول الله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. وأنا مسيا تسمعها بجنب السفر، هي ما شاء الله عليها تفهم، وأنا أريد أن تفهم هذه الآية. يقول الله تعالى أول آية في القتل في سورة البقرة، قاتلوا في سبيل الله من؟ الذين يقاتلونكم ولا تحسدوا إن الله لا يحب المعتدين. وفي آية أخرى يقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، أي أنكم الآن تعتدون علينا فكريا، أي تقاتلوننا فكريا، فنحن نقاتلكم فكريا وعلميا بالحجة ليس بال. طيب يا أخ زيتوني، المداخلة وصلت زيتوني، أنت أثرت نقطتين، الأولى لا إكراه في الدين، وبعدين اقتبست آية القتل إنه يعني كأنه الإسلام هو البريء إذا حد اعتدى عليك والذين يقاتلونكم، وكان كلماتك موجهة لرشا، فممكن أعطيك الفرصة كمان رشا تردي على زيتوني. طيب بالنسبة للأخ زيتونة، يعني ربنا يباركك، وإحنا هنرد عليك برد بسيط خالص. حضرتك أما بتتكلم على لا إكراه في الدين، وبتتكلم على من بيتكلم على إيه، على أن القتل كان قل يا أيها الكافر، لا كان بيتكلم على القتل أنه هو لصدق أذى المعتدين، وأنه هو بمثل ما قتلوا، دفاع عن النفس. دفاعا عن النفس. حضرتك التشريع الجهاد نزل على 3 مراحل، وحضرتك لو ترجع تدخل على جوجل وتكتب هل كيف نزل تشريع الجهاد أو تشريع الجهاد، هتلاقي 3 مراحل للجهاد. أول حاجة اللي كان بيجاهد في سبيل الله في القلب، اللي كان بيجاهد به الرسول وهو في مكة والمجموعة اللي كانوا معاه الأقلية، وبعد كده اللي هي المرحلة الثانية اللي حضرتك اتكلمت عنها اللي هي لصد أذى المعتدين، ثالث حاجة لنشر الدين حتى يكون الدين كله لله. يعني حضرتك أسقطت المرحلة الثالثة من الجهاد، وهي المرحلة اللي فيها توسع لقتال كل ما يمكن أن يكون مشرك. وحضرتك ممكن ترجع هتلاقي في دار الإسلام ودار الحرب، وهتلاقي في أمور كتيرة جدا في تشريع القتال في النقطة دهيت. أحب أقول لحضرتك إن من بدل دينه فاقتلوه، ده حديث وما ينفعش إن احنا نسقطه من البخاري، لأن ده حديث صحيح. تاني حاجة، أما أنا اتكلمت لكم دينكم ولي دين، ده بيكلم على إن هو خلاص أنا بحمي نفسي منكم لكن أنا لا أقبلكم. أما بيكلم على لا إكراه في الدين، هذه الآية نسخت بآية سورة التوبة وقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يدفعون الجزية عن يد وهم صغيرون. ما ينفعش تاخد أنصاف الحقائق تقدمها لنا، لكن إحنا هنقدم لك الحقيقة كاملة. هنقول لك إن إحنا بقى ما عندناش النظام ده، إحنا عندنا محبة المسيح واللي إحنا بنقدمها لك. قبل ما نأخذ الفاصل بس بحب أضيف جملة بسيطة. شيء معروف حتى إحنا درسناه في المدارس العادية، إنه مش يعني ما كانش دفاع عن النفس،
يعني كل الشرق الأوسط وتركيا اليوم وشمال أفريقيا بلدان مسالمة كانت يعني ما مش هي اللي اعتدت على الإسلام، لكن بنشوف إنه الإسلام اللي دخل وفتح هذه البلدان مش دفاعا عن النفس، لكن نفس الطريقة اللي بنشوفها إما بتدفع الجزية أو تؤمن أو تقتل. فهذه حقيقة تاريخية مش ممكن طبعا نتجاهلها أو ننكرها أيضا.